السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. نائب رئيس الجمهورية يلتقي محافظ صنعاء للإطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة. رئيس الوزراء يطلع على الأعمال التي يقوم بها ميناء عدن ويتفقد سير العمل في ملعب الشهيد الحبيشي. الجيش الوطني يستهدف الميليشيا بالشريقة ويحرر جبلا استراتيجيا في طور الباحة بمحافظة لاحج. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم برقية عزاء ومواساة إلى نشوان أبو القصب الشلال في وفاة والده الشاعر والباحث والروائي أبو القصب أحمد الشلال الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 68 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن. وأشار فخامة الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية ودوره في إثراء الأدب اليمني بالعديد من المؤلفات والدواوين الشعرية وجهوده الوطنية في المناصب التي تبوأها في قطاعي الثقافة والإعلام، مؤكدا أن الوطن خسر برحيل الفقيد قامة ثقافية ووطنية متميزة. وعبر رئيس الجمهورية عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ أحمد صالح السنتيل، عزاه في استشهاد اثنين من أبنائه في ميادين البطولة والشرف بمحافظة الجوف. وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيدين إلى جوار إخوانهما من أبناء الجيش الوطني الذين يسطرون ملاحم بطولية خالدة في سبيل تحرير اليمن. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين، سائلا الله أن يتغمدهما وكل الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية العقيد مات ستوارس وملحق الشؤون البحرية بالسفارة كريس توك تطلع بلادنا إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري بين بلادنا والمملكة المتحدة. وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والعسكري وبناء قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية والتعاون المستقبلي في هذا المجال. وأشاد نائب رئيس الجمهورية بمستوى العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ودعم المملكة المتحدة المستمر لليمن وتأييدها للشرعية ولإرادة أبناء الشعب اليمني. وأكد نائب الرئيس الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء في رفع قدرات منسوب الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية بما يضاعف من نجاحاتها في تثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب. وأطلع نائب الرئيس الملحقين العسكريين على المستجدات الميدانية ومستوى التقدم الذي تحرزه قوات الجيش في مختلف الجبهات والمحاور العسكرية، وأكد سعي الشرعية لاستعادة وبناء الدولة القادرة على تأمين اليمن وإفشال مخططات التخريب والإرهاب ومنع محاولات استهداف الأشقاء ومحاولات تهديد الملاحة الدولية. ومن جانبهما أشار الملحقان البريطانيان إلى مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين واستعداد بلادهما لتعزيز ورفع نسبة الدعم الأمني والعسكري، ونوه إلى النجاحات والخطوات التي اتخذت في هذا المجال بفعل اهتمام وتوجيهات قيادة البلدين. استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح إلى عرض من محافظ محافظة صنعاء اللواء عبد القوي شريف عن مستجدات المحافظة والأوضاع الميدانية فيها. وأشاد نائب الرئيس بالبطولات الميدانية التي يسطرها أبطال الجيش في سبيل استكمال تحرير المحافظة والتقدم باتجاه العاصمة صنعاء، كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود وحشد القوى ومختلف المكونات لإسناد هذا التقدم والتنسيق والعمل مع بقية المحافظات المجاورة بما يحقق انتصار الشرعية وإنهاء معاناة المواطنين التي يتجرعونها بشكل يومي.
وجدد نائب الرئيس الدعوة لقبائل ومشايخ محافظة صنعاء بمختلف مديرياتها وجميع المكونات الاجتماعية في ربوع الوطن إلى مساندة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمعاناة والأزمات التي ترتبت عليه. من جانبه قدم محافظ صنعاء تقريرا عن الزيارات الميدانية ومختلف اللقاءات الهادفة للالتفاف حول قيادة الشرعية ومساندة جهود أبطال الجيش ومقارعة ميليشيا الانقلاب، وعبر عن التقدير والشكر لاهتمامه ومتابعة نائب رئيس الجمهورية. أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على أهمية وحدة موقف الأحزاب السياسية تجاه القضايا الوطنية وفي مقدمتها الموقف من انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية وإرادة الشعب اليمني. وأشاد نائب الرئيس خلال إلقائه أمين عام التنظيم الناصري عبد الله نعمان ومستشار رئيس الجمهورية عضو الأمانة العامة للتنظيم سلطان العتواني بمواقف الأحزاب الداعمة للشرعية ومنها التنظيم الوحدوي الناصري. وناقش نائب رئيس الجمهورية مع العتواني ونعمان المستجدات والأوضاع الميدانية والسياسية وجهود استعادة الدولة والمتطلبات الأساسية لبناء اليمن الاتحادي القائم على الشراكة والعدالة والمساواة وما يواجه هذا المشروع الوطني من عراقيل، مؤكدا على أهمية التكاتف وتوحيد الصف الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا اليمني. ونوه إلى تصميم الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبدعم أخوي من دول تحالف دعم الشرعية المضي في مواجهة الأخطار والتحديات التي يقع في مقدمتها انقلاب ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران. ومن جانبهما جدد أمين عام التنظيم وعضو الأمانة العامة التأكيد على الموقف الثابت للتنظيم تجاه الشرعية ودعم جهودها أو جهود اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، وعبروا عن تقديرهم لاهتمام وجهود القيادة السياسية في هذا الإطار. اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دار خلال زيارته لأرصفة وساحات ميناء عدن بالمعلى على الأعمال التي يقوم بها الميناء في استقبال البضائع والمواد الغذائية وما يقوم به من نشاط تجاري هام، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مجلس إدارة موانئ عدن محمد علوي مزربة ومسؤولي وموظفي الميناء. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح موجز عن النشاط التجاري الذي يقوم به الميناء والخدمات التي يقدمها من ترتيب دخول السفن للشحن والتفريغ والتخزين وكثير من الخدمات الأخرى. وأوضح رئيس مجلس إدارة موانئ عدن مزربة أنه خلال الثلاثة الأشهر الماضية تم تفريغ 1,000,000 متري من المواد الغذائية المتنوعة بزيادة عن العام الماضي، حيث تم تفريغ في عام 2017 3,000,000 متري. وشدد رئيس الوزراء على مسؤولي إدارة الميناء تسهيل دخول المواد الغذائية وعدم تأخيرها ومضاعفة الجهود لتخفيف من معاناة المواطنين التي تسببت بها الميليشيا الحوثية بعد انقلابها على الدولة في العام 2014. وأشاد بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية للموانئ اليمنية في إعادة تأهيلها وتزويدها برافعات حديثة والذي سيضاعف العمل في الموانئ. وأكد الدكتور بن دغر أن الحكومة وجهت بتسهيل إجراءات دخول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ التي تقع في المحافظات المحررة وسهولة نقلها إلى جميع محافظات الجمهورية دون استثناء. وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية استخدمت ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية من إيران، وهو الذي أطال أمد الحرب في بلادنا وضاعفت من معاناة المواطنين في المحافظات التي تحت سلطتهم تسهيلات التحالف العربي والحكومة الشرعية لدخول المساعدات الإنسانية عبر الميناء. رافق رئيس مجلس الوزراء كل من وزراء الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح والثروة السمكية فهد كفايين والأوقاف القاضي أحمد عطية وحقوق الإنسان محمد عسكر ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب لشؤون مجلس الشورى محمد الحميري والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور وعدد من نواب الوزراء. قام رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بزيارة ملعب الشهيد الحبيشي التاريخي بمدينة كريتر في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك للاطلاع على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل الملعب. وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى الملعب وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عزام خليفة ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن نعمان شاهر وعدد من المهندسين والمشرفين على تنفيذ المشروع والذي تنفذه شركة حوشب للمقاولات العامة بتمويل حكومي بتكلفة إجمالية بلغت نحو 371 مليون ريال يمني.
وطاف رئيس الوزراء بأرجاء الملعب مطلعا على سير الأعمال التي تجري بشكل إيجابي من خلال تعشيب الملعب بالنجيل الصناعي وتركيب مقاعد حديثة في مدرجات الجماهير بعدد 5000 مقعد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منصة كبار الضيوف. واستمع رئيس الوزراء من المهندسين المشرفين على المشروع على جملة الأعمال الفنية والهندسية المنجزة التي سبق واعتمدتها الحكومة الخاصة بإعادة تأهيل الملعب وفقا للمعايير الحديثة للملاعب المعمول بها دوليا. وقال رئيس الوزراء: نحرص في الحكومة على إعادة تأهيل هذا الملعب التاريخي لما يحتله من مكانة كبيرة في وجدان أبناء عدن والوطن بشكل عام، الذي يحمل اسم الشهيد محمد علي الحبيشي لاعب نادي الأحرار التلال حاليا، وكان يطلق عليه اسم ملعب المدرج البلدي قبل حوالي أكثر من 75 عاما، وهو من أقدم ملاعب كرة القدم في الوطن العربي، حيث يتم بناؤه في الثلاثينات أو حيث تم بناؤه في الثلاثينات من القرن الماضي، وشهد العديد من المباريات التي ما تزال الجماهير الرياضية تتذكرها باعتزاز كبير. وأضاف الدكتور بن دغر إن الحكومة تتابع باهتمام بالغ أعمال إعادة تأهيل ملعب الشهيد الحبيشي، واليوم نتفقد سير الأعمال التي تجري على أرضيته بشكل إيجابي، والذي يبشر بإعادة الروح الرياضية لعدن ذات التاريخ الرياضي الكبير والمشرف، مشيرا إلى أن هناك مشاريع تنموية سيتم افتتاحها قريبا في المحافظات المحررة والتي تم وضع حجر أساسها وتم إنجازها بموارد محلية وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرار التاريخي الذي اتخذه فخامة الرئيس بمنح المحافظات 20% من الثروة السيادية يعد بمثابة اللبنة الأولى نحو تحقيق التنمية والعدالة وتأسيس اليمن للاتحاد. وأكد أن عجلة التنمية التي بدأت الحكومة في إعادتها بتوجيهات ودعم ومتابعة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لا يمكن لها أن تتوقف، والقادم أفضل بإذن الله لشعبنا في جميع محافظات الجمهورية وماضونا في تأسيس اليمن للاتحاد الجديد الذي تسوده قيم المحبة والعدل. وقال رئيس الوزراء: سنبذل المزيد من الدعم والاهتمام للرياضة بما تستحقه لإعادة الروح للنشاط الرياضي الذي توقف وتضرر جراء الحرب الانقلابية الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي. رافق رئيس مجلس الوزراء كل من وزراء الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح والثروة السمكية فات كفايين والأوقاف القاضي أحمد عطية وحقوق الإنسان دكتور محمد عسكر ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى محمد الحميري والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور ونواب وزراء الخدمة المدنية عبد الله الميسري والتعليم المهني عبد رب المحولي والإعلام حسين باسلين. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري في العاصمة المؤقتة عدن وفدا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف برئاسة رئيس قسم حماية الطفل اليمني جولي جيل ومسؤولة قسم حماية الطفل عدن فتحية عمر وضابط حماية الطفل رانيا الجابري. وجرى خلال اللقاء مناقشة ظاهرة تجنيد الأطفال التي لجأت إليها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها عقب خسارتها لمقاتليها وآلية حمايتهم منها وتخليصهم من آثارها السلبية. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الملحة في المجال الإنساني والمتعلقة بالأطفال من تعليم ورعاية صحية مكتملة وتعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين. وأشار الوزير الميسري إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل على استدراج الأطفال من المدارس وتجندهم قسرا وتزج بهم في ساحات وجبهات القتال لتغطية فراغ خسارة مقاتليها، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تعد جرائم كبرى ترتكب بحق أبطال اليمن وانتهاكات جسيمة يجب وضع حد لها وبصورة عاجلة للقضاء عليها. وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية اعتماد برامج خاصة برعاية الأطفال التي يزج بهم الإنقلابيون إلى جبهات القتال من خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم من جديد بالمجتمع ليمارسوا حياتهم الطفولية الطبيعية كغيرهم من أطفال العالم. وثمن الوزير الميسري الجهود التي بذلتها منظمة اليونيسيف في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال تنفيذها لمشاريع عدة في شتى مجالات الحياة والتي كانت لها آثارا إيجابية، مؤكدا استعداد الحكومة في تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي قد تعترض سير عمل المنظمة وتقديم كل التسهيلات لها، داعيا المنظمة إلى مزيد من الضغط على المجتمع الدولي لوقف أعمال التجنيد التي تقوم بها الميليشيا الحوثية الإيرانية بحق أطفال اليمن.
واستعرض الوفد عددا من المشاريع والبرامج التي ستجري المنظمة تنفيذها خلال الأيام المقبلة ومساعيها في وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن من قبل الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتهم، وفي مقدمتها ظاهر تجنيدهم والزج بهم إلى جبهات القتال. شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على أهمية تضافر جهود كافة أبناء محافظة إب في مواجهة المشروع السلالي الإمامي البغيض والانتصار للشرعية والجمهورية والثوابت الوطنية والبدء في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة. وأكد الوزير الميسري خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن محافظ محافظة إب اللواء الركن عبد الوهاب الوائلي أن أبناء محافظة إب يرفضون كغيرهم من أبناء الوطن المشروع الإيراني التي تحمله ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأطلع محافظ إب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على جملة من القضايا المتعلقة بالمحافظة والانتهاكات التي يتعرض لها أبنائها من قبل ميليشيا الحوثي وأوضاع النازحين من أبناء المحافظة. وأكد الوزير الميسري اهتمام الحكومة بكل النازحين من مناطق سيطرة الميليشيا وتقديم لهم الرعاية الكاملة وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا بقيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لمناقشة إنشاء مشروع السجل المدني الإلكتروني الحديث. كما ناقش الاجتماع آلية إنشاء مشروع السجل المدني الإلكتروني وأصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية بما يتوافق مع التطورات المتسارعة الذي يشهدها العالم والذي سيكون له أثرا كبيرا في تسهيل معاملات المواطنين. وكلف وزير الداخلية المهندس الميسري قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني كلفهم بتجهيز وإعداد دراسة متكاملة لمشروع السجل المدني الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من خبرات الدول التي قد سبق وأن قامت بتفعيل هذا العمل لضمان إنشاء مشروع وطني متكامل مواكب للتطور الإلكتروني الحديث. وأكد الميسري خلال الاجتماع ضرورة إسهام الجميع في تعزيز ونشر ثقافة التعامل مع السجل المدني في كل الوقائع والأحداث لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة وأهميتها في حياة المجتمع حاضرا ومستقبلا، وتوفير قاعدة بيانات وطنية شاملة على ضوئها تتخذ السياسات والمعالجات لحاجات المجتمع من المدارس والمستشفيات والطرقات وغير ذلك من الخدمات، وإيجاد تخطيط سليم ودقيق يمكن الدولة من تحقيق تنمية ناجحة. حضر الاجتماع رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد سند جميل ومدير عام الشؤون المالية والتجهيزات عميد محمد علي عبيد ومدير عام تقنية المعلومات المهندس علوي محمد ومدير عام التخطيط المهندس ياسر سعيد العبيدي والأمين العام للمجلس المحلي في العاصمة المؤقتة عدن بدر معاون. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أن قيادة الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم لشرطة محافظة الحديدة من أجل تعزيز مهامها وواجبها الأمني. وأشاد نائب رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مدير عام شرطة محافظة الحديدة العميد الركن منير سليمان أشاد بالتضحيات الجسام الذي يسطرها أبناء محافظة الحديدة في مواجهة ميليشيا الإنقلاب والتي توجت بانتصار كبير ودحرها في عدد من المناطق مثمنا الروح المعنوية والقتالية التي يتمتع بها أبناء الحديدة ومقاومتها الشعبية وعزيمتهم على تحرير المحافظة من الميليشيا وتطبيع الأوضاع واستتباب الأمن والاستقرار. ومن جانبه استعرض مدير عام شرطة محافظة الحديدة الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة بالمحافظة ومساعي قيادة الشرطة في تفعيل مراكزها للقيام بدورها في فرض الأمن والاستقرار، لافتا إلى احتياجات ومتطلبات الشرطة لما من شأنه القيام بمهامها الأمنية على أكمل وجه وبالشكل المطلوب. أكد وزير الإعلام معمر الإرياني حرص الحكومة الشرعية على إحلال السلام الدائم والعمل والعادل وفقا للمرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 22/16.
وقال الوزير الإرياني في كلمته التي ألقاها في الاجتماع السنوي للجمعية العامة 14 لمجلس شباب آسيا المنعقدة في مملكة كمبوديا إن فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية جاء إلى السلطة بانتخابات من الشعب، وأن الميليشيا الحوثية الإنقلابية استخدمت السلاح ودخلت المحافظات الواحدة للأخرى، وحاصرت الرئيس والحكومة ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية وانقلبت على مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى الحكومة الشرعية. واستعرض الوزير الإرياني تطورات الأوضاع في بلادنا وما تقوم به الميليشيا الحوثية الإنقلابية من انتهاكات كبيرة بحق المدنيين وبحق الشباب على وجه الخصوص وتجنيد الأطفال واستخدامهم وقودا للحرب. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لم تكن ضد الشعب اليمني، بل كانت وما زالت الداعم الرئيسي للشعب اليمني من خلال ما تقدمه من مساعدات إنسانية ودعم للاقتصاد اليمني من أجل الحفاظ على سعر العملة ومساهمتها في المشاريع التنموية. بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل برنامج الأغذية العالمي محمد علي محمود، بحث تفعيل دور البرنامج وتوسيع أنشطة البرنامج لتشمل كافة المحتاجين في جميع المحافظات، وتفعيل استخدام نظام الكروت لإيصال المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة، وتفعيل برنامج التغذية المدرسية، وتفعيل العلاقة مع التغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن. وناقش الوزير فتح مع ممثل برنامج الأغذية العالمي مساهمة برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من العملية الإغاثية والبرامج العاجلة والمرتبطة بمشاريع مرتبطة بحياة الناس في المدى القصير والهادفة إلى تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة كمرحلة أولى. وأكد أن الحكومة تعمل وبتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية على الاهتمام والتركيز بمختلف المشاريع لما لها من دور كبير في خدمة المواطنين وترسيخ الاستقرار، مجددا حرص اللجنة على إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المستحقين في كافة المحافظات دون استثناء. وسلم وزير الإدارة المحلية ممثل البرنامج عددا من المشاريع والبرامج الإغاثية العاجلة ليتم مناقشتها وتنفيذها في القريب العاجل. وثمن الوزير فتح دور برنامج الغذاء العالمي وجهوده في تقديم المساعدات الإغاثية في كافة المحافظات، وأكد أن الحكومة ترحب بكافة جهود المنظمات الدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني، وستقدم كل أشكال الدعم والمساندة لعمل المنظمات الدولية وفقا للقوانين الدولية والإنسانية المعمولة بها في هذا المجال. أوضح المبعوث الدولي الجديد لليمن مارتن جريفتش أنه سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي خلال الشهرين المقبلين إطار عمل للمفاوضات، وأكد أن حل الصراع لن يتحقق إلا باتفاق اليمنيين على وضع خلافاتهم جانبا والتعامل معها عبر الحوار والنقاش للمعارك. وقال جريفتش في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن: الحل السياسي لوضع حد للحرب متاح، ومعالم هذا الحل ليست سرا وتتمثل في إنهاء القتال وسحب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية مع اتفاق حول تشكيل حكومة جامعة تضم الأطراف معا في توافق لبناء السلام. وأضاف: هذا أمر يمكن تحقيقه، وكل من تحدثت معهم من مختلف الأطياف اليمنية قالوا لي إنهم يريدون ذلك وبسرعة، وأنهم سيعملون مع الأمم المتحدة لتحقيق ذلك. وتحدث جريفتش أمام المجلس عن لقاءاته ومحادثاته مع الأطراف اليمنية، وأشاد بموقف فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي الداعم لتحقيق السلام، وقال: إنني ممتن للرئيس هادي على وقته وصبره واستعداده لوضع هموم شعبه في الصدارة، فحكومته لم تدخر جهدا لضمان فهمي لمواقفها واحتياجاتها واستعدادها للانخراط. إنني أعول على دعمهم، وهو أمر ضروري لنجاح هذه الجهود. وأعرب المبعوث الدولي عن القلق بشأن زيادة عدد القذائف التي أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية. وفي ختام إحاطته قال جريفتش: إن الوساطة ستفشل بدون الجهود الدبلوماسية، وأكد أنه سيفعل كل ما يمكن لإيجاد توافق بين اليمنيين، وشدد على أهمية اتحاد مجلس الأمن الدولي تجاه الوضع في اليمن.
جدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني موقف الحكومة الداعم لجهود المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفتس، والتأكيد على العمل معه بروح بناءة ومرنة للتوصل إلى سلام مستدام يضع نهاية لحالة التدمير الشامل ويوقف الحرب التي أشعلها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد الشعب منذ سبتمبر 2014. وقال في كلمة اليمن التي ألقاها في اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية للاستماع للأحاطة الأولى للمبعوث الدولي الجديد، إن البحث عن طريق السلام في اليمن محكوم بمرجعيات قلما توفرت في أزمات أخرى في العالم، لافتا إلى الميليشيا الحوثية الإيرانية حاولت عبر حلفائها وأصدقائها التقليل من أهمية المرجعيات في الأزمة اليمنية، والتأكيد على أنهم وصلوا إلى السلطة ولن يتنازلوا عنها، وأن بإمكانهم الاعتداء على الشعب اليمني والدول المجاورة وفرض واقع العنف والفوضى العارمة في المنطقة ليتم في الأخير الرضوخ لأجندة إيران التوسعية. وأكد اليماني أن القبول بأن تكون العصابات الحوثية هي الضامن لأمن اليمن واستقرار المنطقة هو منتهى المغامرة السياسية، موضحا أنه لا يمكن لليمن أو لأي دولة أن تقبل بأن تدار الحياة السياسية فيها من قبل ميليشيا مسلحة على شاكلة حزب الله الإرهابي وتتلقى دعمها المالي والتسليحي من دولة أخرى وتعمل وكيلا لها. وأشار اليماني إلى أن المرجعيات هي التي أجمع اليمنيون عليها وحظيت بإسناد من المجتمع الدولي وتتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة طوال العام 2013، وأثمر عن وثيقة تصالحية عكست تطلعات كافة حكومات المجتمع اليمني. وكذا وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى وجه الخصوص القرار 22/16 الذي يشكل الأرضية الضرورية لحل النزاع في اليمن ويعكس إدراك مجلس الأمن لجوهر المشكلة في اليمن، ويشكل اليوم كما كان بالأمس القرار الضرورة والطريق إلى السلام المستدام في اليمن. شددت دولة الكويت على ضرورة الحل السياسي للأزمة في اليمن وفق المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2016. وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة دولة الكويت التي ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في اليمن ترحيب بلاده بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفتس، والذي أشار فيه إلى عزمه إعادة إحياء العملية السياسية بين الأطراف اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث واستكمالا لجولات المشاورات السابقة بما في ذلك مشاورات الكويت في عام 2016، ودعمها لجهود المبعوث الأممي وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن بشكل سلمي، لافتا إلى أن مشاورات الكويت أوشك خلالها الطرفان التوقيع على اتفاق شامل ينهي القتال الدائر بينهما ويحقن دم الشعب اليمني الشقيق. وفيما يخص الوضع الأمني قال إن استهداف مناطق مأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية وبشكل متعمد من قبل جماعة الحوثي بالصواريخ البالستية، وجدد إدانة الكويت وبأشد العبارات للهجمات الصاروخية البالستية من قبل جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية وتهديد دول الجوار، وكذلك لتهديدات سلامة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن الكويت تؤيد المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدمها باتجاه منطقة الراهدة بتعز، وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش شنت هجوما واسع النطاق حيث تمكنت من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة وباتت تقترب من مدينة الراهدة، كما تجددت المواجهات بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في مديرية الشريقة بمحافظة لحج. وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة تخوضها قوات الجيش ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الساحل بمديرية الشريقة شمال لحج،
وأضافت المصادر أن قوات الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في ركب ثبرة بالشريقة. ومن جهة أخرى تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من تحرير جبلا استراتيجيا عقب مواجهات عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج. وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة خاضتها قوات الجيش ضد الميليشيا تمكنت خلالها من تحرير جبل الكربة الاستراتيجي في مديرية طور الباحة شمال لحج. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تواصل تقدمها بعد تحريرها جبل الكربة موقعة خسائر كبيرة بصفوف الميليشيا الانقلابية في طور الباحة. أفادت مصادر محلية أن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران هاجمت قرى آهلة بالسكان في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال محافظة تعز. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الانقلابية دفعت بأسلحة ثقيلة وشنت هجوما عنيفا على القرى السكانية. وذكرت المصادر أن الميليشيا الحوثية أطلقت مدفعيتها باتجاه الحصن والعقد وشنت قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة على المنازل والمزارع، ما أدى إلى مغادرة المواطنين سوق المنطقة وإغلاق المحلات التجارية. ومن ناحية أخرى استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيا الحوثي في محافظة تعز، حيث استهدفت بثلاث غارات مواقع للميليشيا في منطقة النجدين التابعة لجبهة حيفان. أحرز الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما جديدا بعد تحرير مواقع هامة في جبل القرحة الاستراتيجي الفاصل بين مديريتي ناطع والملاجم بمحافظة البيضاء. وأكد مصدر ميداني إن الجيش خاض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي أسفرت عن قتلى وجرحى في صف الميليشيا. وأضاف أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية قصفت تحصينات الميليشيا في قمة جبل القرحة. وكان الجيش الوطني يسيطر الخميس الماضي على مديرية ردمان وسوق قانية وجبل الحنكة ومفرق العبدية وجبل العفير وجبل الهداه وجبل الصينية. تعمل الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف على إعادة المئات من المهاجرين الأفارقة قبل وصولهم إلى مناطق تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الإيرانية. وأثبتت المعارك أن الميليشيا تستخدم اللاجئين الأفارقة ضد الوطن، الأمر الذي حتم على الأجهزة الأمنية إعادتهم حفاظا على أرواحهم. إلى التفاصيل. بعد أن كشفت المعارك الحربية على أرض الواقع خبث الميليشيا الحوثية الإيرانية واستغلالها للاجئين الأفارقة ودفعهم إلى الجبهات للقتال في صفها، كان على الحكومة الشرعية وقف تدفق القادمين من الشرق الأفريقي إلى مناطق الميليشيا، وكي لا تستخدمهم الأخيرة وقودا لحربها العبثية، سارعت القوات الأمنية في محافظة الجوف لإعادة المئات قبل وصولهم إلى المناطق ذات السيطرة الميليشاوية. مئات من الأفارقة يتم وصولهم إلى المحافظة، ونحن نعمل إيش على تجميعهم، لأنهم يتم استخدامهم في القتال ضد الشرعية الحوثي. يتم يجمعهم ويستخدمهم في حفر خنادق، في أعمال قتالية، في دروع بشرية، ولكن نحن نعمل على تجميعهم حفاظا على سلامتهم وإرجاعهم إلى المصدر الذي أتوا منه. جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية بالمحافظة لمواجهة هذه المشكلة التي يتداخل فيها البعد الأمني مع الإنساني، وهو ما يتطلب تدخل المنظمات المعنية للقيام بدورها تجاههم. نحن في جمعية إنسان التنموية نقوم بأعمالنا الإنسانية اتجاه هؤلاء الأفارقة الذين يأتوا إلى محافظة الجوف، لهم فترة طويلة ما يقارب زمن طويل وهم يأتوا، ونناشد ونطالب المنظمات الدولية التي تهتم بهؤلاء اللاجئين بشؤون اللاجئين أن تقوم بواجبها اتجاههم، حيث أنهم يعانون معاناة شديدة، فيهم من النساء الحوامل وفيهم من المرضى وفيهم من الصومال وأثيوبيا قدموا بطريقة غير شرعية، بعضهم كلاجئين وآخرين يبحثون عن الرزق وسعودية وجهتهم، فيما معلومات أمنية تؤكد استغلالهم من قبل الميليشيا التي تتعامل مع مهربين يعملون على تغيير وجهتهم نحو صعدة ومنها إلى جبهات القتال. جوعنا عاد بعض من بلاد وصلنا في اليمن، تعقلنا تعشربنا، الله يوفق لكم الجنة. نبغى نشتغل بس ما نسوي مشاكل، ما ننسى على أي شيء، احنا كلنا مساكين. أنا صابري فيك من كثير الحمل، يا رب خلاص خرجنا إلى مكان.
مخاوف الأجهزة الأمنية من استغلال الميليشيا لهؤلاء تجعلهم أمام خيار وحيد، وهو إعادتهم من حيث جاءوا إلى المحافظة على أقل تقدير حفاظا على حياتهم. طارق السعيد، قناة عدن، الجوف. أكد محافظ محافظة لحجل وأحمد عبد الله تركي على أهمية تحسين الخدمات الطبية والصحية في مستشفى ابن خلدون العام، وناقش المحافظ خلال لقائه إدارة المستشفى تصحيح الوضع الراهن بالمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتغيبين من الكادر الطبي والبالغ عددهم 169 طبيبا عاما ومتخصصا. وخرج الاجتماع بتكليف نائب مدير مستشفى ابن خلدون الدكتور محسن مرشد قائما بأعمال المدير العام للمستشفى. ناقش اجتماع موسع عقد برئاسة محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم جهود استكمال البنية التحتية والمباني الخاصة بجامعة أبين والكليات التي ستدشن بها الجامعة نشاطها أو ستدشن بها الجامعة نشاطها في الأول من سبتمبر للعام الحالي. وخلال الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي مهدي الحامد ورئيس جامعة أبين الدكتور محمود الميسري، أكد المحافظ أن تدشين نشاط جامعة أبين يمثل أهمية كبيرة لقيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة، وخطوة مهمة على طريق تخفيف معاناة أبناء المحافظة الذين ينتقلون إلى المحافظات المجاورة للدراسة الأكاديمية. وبدوره أوضح رئيس جامعة أبين أنه تم تجهيز كليتين هما كلية الشريعة والقانون والحاسب الآلي بالإضافة إلى كلية التربية، وأكد أن العمل جاري بوتيرة عالية لاستكمال تجهيز باقي الكليات. ناقش محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم مع مسؤول برنامج براجما كورب طاهر محمد شهاب الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية تنفيذ مشاريع في القطاع الزراعي بالمحافظة، وأكد محافظ أبين على أهمية إعطاء المزيد من الاهتمام والرعاية بالجانب الزراعي في المحافظة وتنفيذ مشاريع تنموية في جيشان ولودر وموديا والمحفد وسرار وسباح ورصد. ومن جانبهم أكد المسؤولون في برنامج براجما كورب استعدادهم للنزول إلى المديريات المحافظة الأكثر احتياجا لتنفيذ مشاريع في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. حضر اللقاء مدير التخطيط وضاء حماس ومدير إعلام أبين ياسر بعزب. ناقش محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم مع رئيس هيئة مستشفى الرازي العام الدكتور هدار محمد هدار، ناقش أوضاع المستشفى والصعوبات التي تواجه سير العمل والجهود الجارية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية فيه. وأكد المحافظ على ضرورة مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين في المستشفى على اعتبار أنه مستشفى مركزي، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالطاقم العامل في المستشفى والعمل على تأهيله وبما يسهم في تحسين خدمات المستشفى. وكلف المحافظ رئيس هيئة مستشفى الرازي العام بإعداد تقرير مفصل عن مجمل أوضاع المستشفى وتسليمه الأحد القادم لوضع الحلول والمعالجات المناسبة. حضر اللقاء وكيل محافظة أبين لشؤون الصحية عبد العزيز الحمزة ومدير عام مكتب الصحة والسكان دكتور علي منصور حنشل. افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرق بن سالمين البحسني ووضع حجر الأساس لستة عشر مشروعا تربويا وتعليميا بمديريتي غيل بوزير والشحر. وافتتح المحافظ البحسني ستة فصول مع ملحقاتها بمدرسة الشهداء بالصداع ووضع حجر الأساس لبناء ستة فصول أخرى بمدرسة الريان وبناء روضة الريان، كما وضع حجر الأساس لبناء ستة فصول مع ملحقاتها بثانوية شحير للبنات وبناء أربع فصول مع ملحقاتها بمدرسة الصديق بغيل با وزير وبناء ستة فصول وستة حمامات وثلاثة مكاتب للمعلمين وإعادة تأهيل المبنى القديم لمدرسة عمر بن عبد العزيز بمنطقة النقعة وإعادة تأهيل ثانوية باوزير وبناء ستة فصول مع ملحقاتها ووضع حجر الأساس لبناء ثلاثة فصول مع ملحقاتها بمنطقة حباير بمديرية غيل باوزير. وفي مديرية الشحر افتتح محافظ حضرموت ثلاثة فصول مع ملحقاتها بمدرسة عثمان بن عفان بالديس، كما افتتح مشروع تحسين البنية المدرسية بمدرسة ابن رشد وافتتاح حنجر الكتاب والآثاث المدرسي بالمنطقة الغربية بالمديرية،
كما افتتح المحافظ البحسني مدرسة مكارم الأخلاق التاريخية التي تجاوز عمرها 100 عام بعد إعادة ترميمها وتأهيلها، ووضع حجر الأساس في مديرية الشحر لبناء 12 فصلا من ملحقاتها بثانوية البنات بالمنطقة الشرقية، ووضع حجر الأساس لمشروع تحسين البنية المدرسية بثانوية بامطرف، إضافة إلى حجر أساس آخر لبناء مختبر متكامل لكافة مدارس مدينة الشحر مع تجهيز بثانوية باحسن. وزار المحافظ ثانوية غيلبة وزير للبنات والتي حققت طالباتها مراكز متقدمة في قوائم أوائل امتحانات الشهادة للعام الدراسي المنصرم. واختتم زيارته للثانوية بتقديم 500,000 ريال كدعم للثانوية. وتفقد محافظ حضرموت خلال جولته التربوية الأعمال الإنشائية الجارية في مبنى مدرسة الخور بمديرية الشحر، مطلعا على حجم الإنجاز الذي تم منذ بداية العمل بها. وأكد المحافظ بأن السلطة المحلية تولي التربية والتعليم اهتماما خاصا انطلاقا من أهمية وعظمة هذه الرسالة ودورها العظيم في صناعة الأجيال. ناقش أمين عام محلي أبين مهدي الحامد مع مدير عام الثروة السمكية أحمد الهيثمي ورئيس الاتحاد التعاون السمكي وممثل الجمعيات السمكية محمد عوض صعيد عددا من القضايا المتعلقة بالاصطياد وأوضاع الصيادين وكيفية تفعيل عملية تحصيل الموارد المالية الخاصة بالقطاع السمكي. وتطرق اللقاء إلى مناقشة المشاريع الحكومية وغير الحكومية التي تستهدف تطوير وتحسين القطاع السمكي في المحافظة. وخلال اللقاء أكد الأمين العام على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات السمكية في المحافظة من أجل الارتقاء بالأنشطة السمكية على طول ساحل الأبين، مؤكدا دعم السلطة المحلية لأي جهود أو مشاريع من شأنها تحسين القطاع السمكي في المحافظة. قام وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الانتاج والتسويق غازي أحمد الأحمر ومعه رئيسة الهيئة العامة للأبحاث علوم البحار الدكتورة هيفاء رشيد بزيارة تفقدية لمركز الأبحاث لتربية الأحياء المائية بعدن للإطلاع على الأضرار التي تعرض لها المركز ودراسة إمكانية إعادة تأهيل. وخلال الزيارة التي شملت أقسام ومختبرات المركز أكد الوكيل أن الزيارة تأتي للإطلاع على الأضرار التي لحقت بمركز الأبحاث الزراعية والأحياء المائية وإمكانية البدء بإعادة التأهيل بصورة مستعجلة بمبلغ $100,000 بتمويل حكومي. وقال إن قيادة وزارة الثروة السمكية حريصة على إعادة تشغيل المركز لما يمثله من صرح علمي واقتصادي للبلد. نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت حفلا تكريميا لاختتام فعاليات الأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2017-2018. وفي الحفلة أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بجهود الإدارات التربوية والمعلمين والمعلمات في أداء رسالتهم النبيلة لخلق جيل متسلح بالعلم وحب الوطن. واعتبر تلك الجهود إلى جانب جهود المؤسسات الخيرية المساهمة عاملا رئيسيا في استقرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجاري. وحث الطلاب على المحافظة على ممتلكات المدارس باعتبارها ثروة مستدامة للأجيال القادمة. وتخلل الحفل الذي حضره وكيل المحافظة المساعدين عبد الهادي التميمي ومحمد صالح الصيعري تخلله أوبريت وفاء معلمي ورقصات فنية وغنائية لعدد من المدارس. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي المعرض العلمي والإبداعي التي تقيمه ثانوية النهضة العلمية بسيئون بمحافظة حضرموت ضمن احتفالات الذكرى 20 لتأسيسها. وأشاد الوكيل بما تكتنزه الثانوية من خبرات متراكمة أسهمت في خلق بيئة علمية نموذجية متميزة، وما قدمه الطلاب من أعمال إبداعية رائعة داعيا إلى مزيد من الجهد في سبيل الارتقاء والنهوض بالعملية التربوية والتعليمية.
عقد بكلية الآداب بجامعة عدن الحفل التابيني لفقيد الوطن وشهيد الواجب البطل الشائع محمد أبو بكر الحريري جندي الأمن وأحد الحراسات الأمنية بكلية الآداب الذي استشهد أثناء تصديه للهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة كلية الآداب في شهر مارس الماضي. وفي حفل التابين الذي بدأ بآين من الذكر الحكيم والوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد الحريري ندد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر الأصور باستهداف رجل الأمن شائع الحريري الذي طالته أيادي الغدر والجماعات الإرهابية وهو يؤدي واجبه الوطني في حماية صرح علمي مما يستوجب على الجهات ذات الاختصاص في وزارة الداخلية وإدارة أمن المحافظة بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات هذه الجريمة ومن يقف خلفها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. فيما شهد مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع بما قدمه الشهيد شائع الحريري من تضحيات وضرب أروع الأمثلة الحية لرجال الأمن البواسل الذين وهبوا أنفسهم للتصدي للميليشيا الإنقلابية أثناء غزوها لعدن ومواجهة الخلايا الإرهابية التي تعبث بأمن وسكينة المواطنين في عدن وفي المحافظات المحررة. وأكد بأن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد لجعل عدن مدينة طاهرة خالية من الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان فيها. ناقش مدير مديرية المعلى فهد المشبق مع نائب مدير مكتب الصحة العامة دكتور محمد الربيد عملية إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر في مجال تقديم الخدمات الطبية والصحية في المديرية منوها بطلب المديرية من مكتب الصحة لتسليم مركز الأمومة والطفولة لإعطائه فرصة أخرى في تقديم خدماته في المجال الصحي على يد أمهر الأطباء المختصين في جميع التخصصات خاصة مجال التوليد والأطفال. وأشار إلى أن مديرية المعلى تفتقر إلى المستشفيات المختصة وأن المديرية ستدعم بالمخصصات والرسوم المقدمة للمركز لمباشرة عمله. من ناحية أكد نائب مدير مكتب الصحة أن المكتب يعمل جاهدا لتقديم كل الدعم لكل المؤسسات الصحية والمستشفيات لما تمثله من أهمية بالنسبة للمواطنين من حيث تقديم الرعاية الصحية أولا بأول. ناقش مدير مديرية المعلى فهد المشبق مع مدير خدمة المشتركين بالمؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله محمد عمر ناقش أهمية تفعيل الدور الرقابي في المؤسسة وطالب مدير المعلى بضرورة النظر بالشكاوى المقدمة من المواطنين التي من شأنها تقويم العمل بالمؤسسة الرائدة منوها إلى الأهمية التي تكتسبها هذه المؤسسة التي تغطي خدماتها كل أنحاء البلاد. ودعا إلى إشراك المديرية في احتياجات المؤسسة مؤكدا دعمه للمؤسسة في كل الظروف وبما يجعل خدماتها مستمرة للجمهور وعلى مدار الساعة. ناقش مدير مديرية البريغة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي مع ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المهندس معين الماس الإجراءات لتنفيذ تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة البلدية أو بالطاقة البديلة الشمسية في المديرية. وفي اللقاء ثمن مدير البريغة الجهود الكبيرة الذي يبذلها مكتب الأمم المتحدة في النهوض بمستوى الخدمات المرتبطة بالمواطنين وأكد أن قيادة المديرية ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للمكتب لما من شأنه تنفيذ المشاريع المعتمدة لمديرية البريغة. ومن جهته استعرض ممثل الأمم المتحدة المشاريع التي ينفذها وسينفذها المكتب في المحافظة وتستهدف على وجه الخصوص مشاريع البنية التحتية مشيرا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يعتزم تركيب 200 عمود إنارة في مديرية البريقة مطالبا قيادة المديرية تحديد مواقع تركيب تلك الأعمدة خاصة المواقع التي تخدم أعداد كبيرة من المواطنين. عقد في العاصمة المؤقتة عدن اللقاء التشاوري الثاني للقيادات التربوية ومديري إدارات التخطيط والإحصاء بالمحافظات المحررة الذي تنظمه الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط بوزارة التربية والتعليم بدعم من منظمة رعاية الأطفال. وأكد وكيل قطاع المشاريع والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم محمد باسليم حرص الوزارة على تأسيس قاعدة بيانات لكل قطاع التعليم بكل مكوناته لما من شأنه أن يخدم القرارات المستقبلية ذات الصلة بالاحتياجات التربوية والتعليمية.
وشدد على ضرورة التخطيط في جميع المعلومات الصحية لإعداد البرامج والأنشطة القادمة المتعلقة بمشاريع الشراكة العالمية والتعليم المنتظم ومشروع التعليم الانتقالي مع الهيئات الدولية والمانحة في المجالات التربوية والتعليمية. عقدت اللجنة العليا لاختبارات الشهادة النهائية للثانوية العامة بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لها لمناقشة الإجراءات التنظيمية والفنية والتقارير المتعلقة بسير أداء عملية الاختبارات للعام الدراسي 2017-2018. واستعرضت اللجنة عددا من التقارير في جدول العمل ذات الصلة بالتحضير والتهيئة بكشوفات اختبار الشهادة العامة وما تم إنجازه بعمل المطبعة السرية لمحافظة عدن وحضرموت وأعداد الأسئلة للطباعة وتقرير حول استعدادات المدارس الأهلية والخاصة في الخارج لعملية الاختبارات وكذا الخطوات المترتبة عليها المرحلة الثانية للتحضير والإعداد لاختبار الشهادة العامة. وأقر المجتمعون موافاة اللجنة العليا للاختبارات ببيانات الطلاب الناقصة في غضون مدة لا تتجاوز 20 يوما وتعميم قرار اللجنة للعامين الماضيين إضافة إلى إقرار المعدل التراكمي للعام الماضي. انتهت النشرة، تذكير بالعناوين. نائب رئيس الجمهورية يلتقي محافظ صنعاء للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة. رئيس الوزراء يطلع على الأعمال التي يقوم بها ميناء عدن ويتفقد سير العمل في ملعب الشهيد الحبيشي. الجيش الوطني يستهدف الميليشيا بالشريقة ويحرر جبلا استراتيجيا في طور الباحة بمحافظة لحج. مشاهدينا الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذه الليلة، نلتقي نحن وإياكم في نشرات إخبارية قادمة. حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.